السلام عليكم. عايز تدخل مجال الربح من الانترنت وما عندكش اي خبرة في اي مجال؟ طيب عايز تكسب من 30 ل 50 دولار يوميا ويكون عندك دخل شهري ثابت؟ هنتعرف على الكلام ده مع بعض، فمن فضلكم تابعوني. طيب عشان نعمل الموضوع ده بنعمل ايه؟ بتدخل عندك على اي متصفح عن طريق الهاتف او الكمبيوتر وتكتب في جوجل سيرش، بتكتب peoplebearhour.com، بيفتح معاك الموقع وبتضغط ساين اب او تسجيل، بتسجل بياناتك الايميل والباسورد بتاعك، وبكده بيكون عندك، او ممكن تسجل كمان بحساب الفيسبوك بتاعك، وبكده بيكون عندك حساب على الموقع بتاعهم. وهنفترض مثلا ان احنا هنقدم خدمة الترانسليشن، وهي اسهل خدمة اللي ممكن اي حد يقدمها. في بعض الناس هتقولي ده انا بتكلم عربي بالعافية، ازاي هقدر اشتغل مترجم اونلاين؟ الموضوع بسيط جدا وفكرته سهلة، وهنتعرف ازاي تترجم اي مستند او اي نص او اي جمل بمنتهى البساطة بدون ما يكون عندك اي خبرة. هنتعرف على الموضوع ده في اخر الفيديو. فهنكتب في السيرش ترانسليشن زي ما احنا شايفين، ونضغط بحث، بيظهر معانا هنا كل النتائج دي لناس محتاجين اشخاص يترجموا لهم بعض النصوص والمقالات والموضوعات. فانت بتشوف اي عرض مناسب بالنسبة لك من حيث السعر ومن حيث امكانياتك، او تقدر تترجم ايه بالظبط، وبتختار العرض. مثلا في هنا فرنش تو ايطاليان ترانسليشن، او ترانسليشن، او ترانسليت سام دوكيمنت بسعره 50 دولار. هنختار ايه الشغلانه دي، وهنضغط سند بروبوزل او ارسال ايه العرض بتاعنا للكاستمر. اسم الكاستمر ماركو، تمام. بيقول لك ايه، هالو اي هاف ا سوفت وير اند اي نيد تو ترانسليت ذا داشبورد فروم انجلش تو سبانيش، عايز يترجم من الانجليزي الاسباني. ذا دوكيومنتس، الوثائق، ار ا فيو بيجز، بيقول لك ان الوثائق اللي انت هتترجمها عباره عن صفحات قليله. And you have to translate the commands. ويجب عليك انك تترجم. I am looking for a translator with a good price. بيبحث عن مترجم بسعر مناسب. And previous experience. وخبرة سابقة in translation of software documents. مثلا هتشوف الموضوع ده، وليكن مثلا هيكون مناسب ليك مثلا، وهتحدد معاه سعر مناسب وهتتفقوا على سعر مناسب. مثلا هتخش هنا زي الناس اللي دخلت هنا مثلا، وعايز عندك استفسار معين، هتضغط على ask a question وتسأل مارك او ماركو ده عن الاسئلة اللي انت محتاج تستفسر عليها بالنسبة للشغلانة دي. مثلا في حد هنا بيسأله، بيقول له هاي ماركو، could you clarify how many words or pages you of the document. انت بتستفسر منه على عدد الصفحات والكلمات اللي انت محتاج تترجمهم عشان تقدر تحدد هتخلص المهمة دي في كام يوم، والسعر بتاعها هيكون عامل ازاي. فبتضغط ask question، تمام، وبتنتظر لحد لما بيفتح لك الخانة وتبدأ تسأل السؤال اللي انت محتاج تسأله، تمام. وبعدين بعد ما خلاص يعني تعرف انت هتقدر يعني تعمل الشغلانة دي، وبتتفق مع صاحب مع ماركو ده او الكاستمر بتاعك او العميل على الشغلانة، تبدأ تضغط send proposal او ارسال العرض، وبتضغط apply now، تمام. بتروح له العرض بتاعك، وبتبدأ تقول له tell us about you، تدي له كل بياناتك، واهم حاجة الايميل بتاعك، بحيث انه يتواصل معاك ويعرف امتى هتخلص الشغل وامتى وطريقة الدفع هتكون عاملة ازاي. الموقع التاني اللي موجود معانا هو موقع فريلانسر، والموقع ده برضو بسيط جدا وسهل. تدخل على جوجل وتكتب زي ما احنا شايفين فوق freelancer.com، بيفتح معاك الموقع، بتبدأ تسجل بياناتك من ايميل وباسورد، وممكن تسجل بالفيسبوك بتاعك عادي خالص، وبيفتح معاك بالشكل ده. بتبدأ تضغط في السيرش هنا على كلمة ترانسليت، تمام، وبيفتح لك الجوبز او الوظائف اللي انت محتاج. يعني مثلا هنضغط هنا في البحث هنا على ترانسليت، بيقول لك هنا النتائج بتاعة البحث. I need a Russian translator، مترجم للغة الروسية، وفي للغة الإنجليزية English to Ukrainian translator، وهكذا. طبعا انت هتفضل تدور لحد لما تشوف من عربي لإنجليش او من إنجليش لعربي، على حسب انت حابب ايه بالظبط، وبتضغط جو ناو، تمام. جو ناو بتبدأ تروح على العرض بتاع الراجل، بيقولك project budget من 20 ل 40 دولار، الموضوع قابل للتفاوض، تمام.
هنا بيقول لك بروجكت ديسكريبشن، وصف المشروع، بيقول لك اي نيد ا ترانسليتور فور ماي بزنس، عايز مترجم لمصلحته الشخصيه. اي هاف سام دوكيومنت نيدد ذا ترانسليشن فروم انجلش تو روسيان، ات از ا دوكيومنت اوف 8 بيجز، من 8 صفحات. تمام، وانت بتبدا تتواصل مع الشخص وبتضغط على تحت خالص على بيد اون ذيس بيج. تمام، وبتتفقوا مثلا هنا بيد تو يو، بتتفق بتحط السعر اللي انت طالبه وليكن مثلا 20 دولار. تمام، والدليفري التسليم هيكون في خلال مثلا 5 ايام. تمام، وبتضغط بليس ا بيد. تمام، بيبدا يروح للراجل ال بيد سكسسفول بليس. تمام، بيبدا يروح له طلبك، وبيتم بكده التواصل، وهو بيكلمك طبعا بيكون جاي له اكتر من عرض، وبيشوف ايهما انسب له في المده اللي هيتخلص فيها المشروع، وكمان السعر اللي هو هيقدر يدفعه، وبالتالي بيتواصل معاك. طب نيجي للنقطه الاهم، وهي ازاي اترجم. انا اصلا يعني خبرتي في العربي ضعيفه، ما بالك بان انا اترجم من عربي لانجليزي او من انجليزي لعربي. كلنا طبعا عارفين جوجل ترانسليت. جوجل ترانسليت بتدخل عليه ومثلا بتنسخ اي نص انت محتاج تترجمه، وليكن مثلا النص ده مثلا اللي الكاستمر او العميل بتاعك طالب انك تترجمه، هتاخده كوبي وتروح على جوجل ترانسليت وتنسخه هنا. تمام، وبالظبط كده بيبدا يترجم لك هنا النص اللي انت محتاج تترجمه. والموضوع ده بتطبقه على اي نص انت محتاج تترجمه، بتحطه هنا في الخانه دي او في المربع ده، وبتختار اللغه، عايز تترجم من انجليش الى عربي، او من مثلا من اسباني، او من مثلا هنختار اي لغه تانية مثلا زي مثلا فلبينو مثلا. تمام، تترجم من فلبينو لعربي، من اي لغه للغه تانية، بتختار اللغه اللي انت عايز تترجم منها واللغه اللي انت عايز تترجم ليها، وبتضغط ايه ترجمه، بيترجم معاك، بتاخد النص لو عايز تعدل عليه مثلا تعديلات بسيطه، وتبعته للعميل بتاعك، وبكده انت بتكون خلصت الشغلانه المطلوبه منك، وبيبدا هو يعني يبعت لك الفلوس المتفق عليها. طبعا الفلوس المتفق عليها بتكون معلقه على الموقع، يعني بتكون اوريدي معلقه على الموقع، بمجرد ما انت تسلم المهمه او الشغلانه للعميل بتبدا الفلوس تروح في حسابك. ده كان الموضوع بمنتهى البساطه. أرجو لو استفدت من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات، لأني بنزل موضوعات كتير في هذا الشأن، وإن شاء الله تنال إعجابكم. شكرا جزيلا.